قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ فقال: إيه وعزتي الجبار ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بروحي أن تموت عزرا، تصيح يا فضة أسنديني، فقد وربي أسقطوا جنيني، فأسقطت أم الحزن وحزنا جنينها ذاك المسمى محزنا، فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محزنا. مرت الأيام على علي وفاطمة والأولاد، الزهراء بعد أن هجموا على الدار. سيدي أبا عبد الله، أنت كنت شاهد في ذلك اليوم تسمع وترى. سيدي كيف كنت ترى أمك تمشي في الدار؟ هل كانت تمشي منحنية الظهر؟ هل كانت تطيل الجلوس معكم إذا جلستم إلى المائدة؟ سرعان ما تقول: يا علي خذني إلى حجرتي، أنا بعد ما قادر أقعد وياكم. كانت زينب إذا جاءت مسرعة إلى أمها فاطمة تشير إليها الزهراء بيدها: مهلا يا زينب، لا تلقي بنفسك على صدري، زينب أضلاعي مكسرة، أنا لا أستطيع أن أحضنك يا ابنتي. حتى جاء ذلك اليوم، الزهراء على فراش الموت في مثل هذا اليوم، في مثل هذه الليلة. أسماء، أخرجي من في الحجرة، لا أريد أحد، استدعوا لي عليا. جاء علي إلى فاطمة، كل ما جلس أمير المؤمنين مع فاطمة، يعني هناك مأدم، هناك عزاء، يجلس عندها، يأخذ رأسها يضعه في حجره، يمسح على خدها، لكن على أي خد؟ مو على الخد الملطوم، على الخد من الناحية الثانية، يمسح الدموع من عينيها. ها حبيبتي يا فاطمة، كيف أنت اليوم؟ في ذلك اليوم الزهراء ازداد أنينها، اشتد حنينها، يقلها: الزايد عليك اليوم يا زهراء تلوجي، الزايد عليك اليوم يا زهراء تلوجي، بطلي ونينك ذاب قلبي لا توني، يم الحسن بطل الونين وجاوبني، وشوفي اولادك بالبواجي مذوبني. قالت: يا حيدر فرقا وبينك وبين بوداعة الله مسافرة عنك يا ابو حسين،
راحت توصي عليا بوصايا، أوصته بزينب بالحسن بالحسين، أوصته ببعض شيعتها خيرا، أوصته بما يفعل لها من تغسيل وتكفين ونعش ودفن، إلى أن قالت قل له واجمع أصحابك بعد موتي وجهزوني وطلعوا جنازتي بليل خفية ودفنوا واللي كسروا ضلعي وبالباب عصراني لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدين. ليش يا فاطمة تقول لما قصروا يا مرتضى رطبوا ضلوعي؟ انا صحيح قلبي رقيق يا علي اسامح الناس بس هذول ما اسامحوا. تقل لما قصروا يا مرتضى رضوا ضلوعي ولليوم من ضرب الرجز ما سكن روعي وبعدي على المختار ما نشفت دموعي رد لي ولطمني فوق خدي ومحجر العين. سيدتي يا فاطمة أنت عندما جرى عليك ما جرى وجدت عليا جلست عنده كسروا أضلاعك، صحيح الأضلاع ما إلها جبار لكن كان يجبر كسرها علي بدموعه وأنينه. الحسين يا فاطمة لم يجد أحدا يجبر كسر الله. سيدتي الحسين سقط على أرض كربلاء يتململ من شدة الآلام والأوجاع يقبض يمينا يبسط شمالا وصلت إليه زينب والنساء والأطفال وهو مقاد ملأت السهام والجراح جسدا. جلست عنده زينب نادته أخي حسين اسمع هذا القسم من زينب على الحسين يقولون قالت له أولا أخي حسين أقسم عليك بحق جدنا رسول الله كلمني أريد أسمع منك كلمة أخي حسين ولو كلمة واحدة يعني لا تروح منها الدنيا قبل أن تكلمني. فلم يجبها أخي بحق أمير المؤمنين كلمني فلم يجبها. يحاول الحسين أن يتكلم لكن من شدة الجراح والآلام لم يعد يقوى على الكلام وإذا به يسمع ذلك الاسم أخي حسين بحق أمنا فاطمة كلمني. يقولون حرك الحسين شفته وقال زينب لقد جئتني كربا إلى كربي أخت زينب لقد فطرت قلبي أخت زينب اجمع النساء والأطفال وعودوا إلى الخيام أخت زينب لا تبقوا هنا لكي لا يتشمت بكم الأعداء. زينب تريد أن تذهب تريد أن ترجع إلى الخيام لكن زينب ما عندها بعد إلا الحسين تقول أخويا مالي غيرك يا حبيب أم الزكية مالي غيرك يا الجنيد خيمة علي مالي غيرك يا دمي عيني الجري خويا مالي غيرك يا غريب الخاضري يا مالي غيرك يا طريح على الوطية مالي غيرك وانا راح امشي سبي ماذا يهيجك إن صبرت
لوقعة الطفل فظيع. يا صاحب الزمان الليلة ليلة شهادة أمك فاطمة، ماذا يهيجك إن صبا لوقعة الطفل فظيع؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيع، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع. أيوة يا ماما سيدة وغريبة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع. قتلتها لوميتين فامل إلى جنب الشريعة، ورضيع بدم الوريد مخضب فاطلب رضيع. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين.